أجرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية تدريباتها العسكرية السنوية بالذخيرة الحية في استعراض حي للعتاد والمهارات العسكرية والخطط التي ستلجأ إليها البلاد للدفاع عن أراضيها. تضمن العرض العسكري 60 طائرة حربية مثل طائرات أباتشي الهجومية و80 دبابة ومدرعة شاركوا في عروض قتالية اجتذبت آلاف المشاهدين الذين قدموا لمشاهدة هذه العروض العسكرية. إنها رائعة، هؤلاء الناس من قوات النخبة الذين سيحمون اليابان. أنا سعيدة للغاية أنهم إلى جانبنا وليسوا أعداءنا. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع أن عدد المتقدمين لشراء تذاكر لحضور العروض العسكرية الحية ارتفع بنسبة 28% هذا العام مقارنة ب 20% فقط العام الماضي. وأدى قلق اليابان العسكري من الصين إلى تعزيز مكانة قواتها عسكريا، وذلك عقب هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية. وتعمد اليابان حاليا تحت زعامة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تشكيل جيش أكثر قوة لمواجهة قوات الصين المتنامية في آسيا، حيث ركزت قواتها المسلحة للدفاع عن سواحلها التي تمتد آلاف الأميال حتى الجزر القريبة من تايوان والتي تمثل نزاعا بين طوكيو وبكين. وكانت اليابان قد غيرت سياساتها العسكرية الاستراتيجية لتسمح لقواتها بالحرب في الخارج في إطار سياسة الدفاع الذاتي المشترك، وهي الخطوة التي وصفتها بكين بالاستفزازية. محمد الجبالي، رويترز.